ايام صارت من العيلة وما انا غريبة يا سلطانة. اذا قبلتي هالشي ولا ما قبلتي هي بتكون مرتي وما حدا بيقدر يغير الحال. انت عم تكذبي وليه؟ عم تحكي هيك لانه قلعتك. امي راحت على المستشفى حتى تشوف رفيقتها. مرحبا رابح، اذا كنتم محبين اعمال مدبلجة فانا اليوم رح اخذكم بزيارة ضمن واحدة من اهم شركات دوبلاج في سوريا لنعرفكم على مراحل تسجيل وعمليات دوبلاج. اشرح لها اللي صار وقل لها شو هي الحقيقة. روح وقل لها عن جد شو اللي صار بالاوتيل بهديك الليلة، وفسر لها ليش حست بالاهانة بسبب شخص بحياتها مو شايفته، وخبرها مين هو اللي ورا القصة اللي صارت. نحن هون بقسم تزمين، هون بتتم عملية تحرير النصوص ومزامنتها مع الصورة. بعملية الكاستينج بنراعي موضوع انه الشخصية تكون لابقة او الممثل يكون لابق للشخصية من خلال ادائه، وبنفس الوقت بنراعي موضوع انه يكون الممثل قريب من الجمهور من خلال صوته او ادائه بغير اعمال. قضي على التمرد يا بياسيد. انا هيك كنت ناوي يا مولاي. ما بعرف امي، انت بتعرفي اكثر. انا كمان فتت باكتئاب بس ما طولت. بنتك عنيده اكثر مني. بجوز الناس ما كثير بتعرفني بالشكل، اني بس يسمعوا هذا الصوت اكيد رح يعرفوا الشخصيات اللي انا اشتغلتها، واللي متابع اكيد راح يميز الصوت. من اهم الاعمال اللي اشتغلتها الحقيقه هو في اعمال انشهرت كثير، مثل يزن بفضيله وبناتها، مثل امير بيزيد بحريم السلطان. بالنسبه لي احلى شيء بمهنه الدوبلاج انه انا فيني انقل احساس الممثل اللي هو شايف رؤيته عن الشخصيه اللي عم يشتغلها. قسم المونتاج والجرافيك هو آخر مراحل الدوبلاج، بتتم فيه عمليات المونتاج للأفلام وإضافة الشرح.